برحب بحضراتكم مرة تانية، وصلنا معاكم لفقرة الصحافة والدنيا فيها ايه، ونشوف ايه اخر الاخبار والمستجدات على الساحة. بيشرفني بالحضور الكاتب الصحفي الاستاذ خالد ناجح. صباح الخير استاذ خالد، اهلا صباح بيك. النور، وصباح النور على السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب عيد ميلاد وخير. كل 12، ديكور جميل، في تطوير هايل في القناة شفتها امبارح. اشكرك. أتمنى التوفيق وإلى الأمام ان شاء الله، وشكرا جدا لذوق حضرتك. وطبعا الواحد الصبح كده بيبقى محتاج جرعه من الاخبار قبل ما ينزل شغله، قبل ما يبدا يوم ويشوف الدنيا فيها ايه. ويعني لو قبل ما اقرا الاخبار كده بيبقى فيه دايما حاجات مشتركه بين كل الجرايد الصبح، بيبقى فيه خبر هو الموجود على كل المنشطات او موجود في كل المنشطات. وانت بتطلع كده سريعا الصبح، ايه اكتر حاجه لفتت نظرك النهارده؟ اولا في اطلاق القمر الصناعي المصري طيبة واحد، ده حاجه جميلة جدا. وعايز أقول أنه بهذا القمر الصناعي أصبحت مصر يعني في داخلها علماء يستطيعون التحكم وإدارة القمر الصناعي. يعني إحنا عارفين قبل كده إحنا أطلقنا قمر صناعي لكن ما كناش موافقين يعني فيها من A to Z، لكن صحيح. في الفترة الأخيرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يصر على أنه أي عمل حتى لو هنعمله بره يبقى فيه علماء مصريين بيتعلموا وهم اللي يديروه، هم اللي بيتحكموا ده في فيه. كل المشروعات القومية هنا، حتى بس غير طبعاً موضوع القمر الصناعي، دايما حريص أنه الشباب هنا يكونوا مشاركين ويكتسبوا الخبرات. بالظبط، ودي حاجة كويسة هتعمل عندنا جيل من الخبراء اللي هم تعلموا ده وهيعلموه لإخواتهم داخل مصر، هيبقى برضو أسرع وأسهل وأرخص. صحيح، وكل واحد لما بيتكلم بعد كده عن مشاركته في المشروعات دي ويقول أنا يعني أنا تاريخ. شاركت، أنا طبعاً عملت تاريخ. يعني بيبقى فارق كتير. أعتقد أنه دي حاجة مهمة، أن الواحد لما يفخر بحاجة زي ما بنقول أجدادنا والفراعنة عملوا والمعابد وأبو الهول والأهرامات، يعني ما كانوش استعانوا بخبرة مختلفة، ده المصريين هم اللي عملوا ده. المصريين هم اللي عملوا ده. وعايز أقول لك إحنا حتى في الفترة القريبة في ناس كانت كبار في السن بيفتخروا انهم مثلا شاركوا في افتتاح مصنع كذا، شاركوا في وضع حجر اساس مصنع كذا، ويحكي عن خبرته عن تجربته عن تفاصيل الحدث. طبعا ده مهم، لا يعني ده حاجه جميله جدا. وعايز اقول لك احنا جيل اعتقد ان احنا حظنا احسن من الاجيال اللي فاتت، لان احنا بنشارك في افتتاحات كتير وحاجات كتير يمكن على أرض مصر كانت صحراء أصبحت إما إنها بنيان عالي ويعني شاهق البنيان أو أرض خضراء. يعني إحنا بنشارك في حاجات كتيرة جدا بالزبط. وبنشوف حاجات كتيرة جدا، ابتدينا نواكب، يعني نقول بالزبط. إحنا موجودين يعني. بالظبط، ده حقيقي. طيب خليني أبدأ الأخبار من الأرصاد وحالة الجو، لأن دي حاجة مهمة، وتقلبات الجو في الوقت ده من السنة بتبقى يعني مختلفة وغريبة شوية. والبعض اللي بيصاب بنزلات برد، اللي عنده حساسية من تغيير الفصول، اللي بيبقى محتار هو الدنيا حر ولا برد والبس إيه. فإحنا هنقول لحضراتكم تفاصيل الفترة اللي جاية من حالة الجو. قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد بسبب وجود منخفض جوي على سواحل البحر المتوسط، فضلا عن وجود منخفض جوي آخر ممتد من السودان إلى جنوب البلاد، كما يتزامن معهم وجود منخفض ثالث في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار نتيجة الرطوبة المتزايدة على سطح الأرض وكميات التبريد الموجودة في طبقات الجو العليا. أستاذ محمود، دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. ويعني يمكن الناس بتبقى مش عارفة تتوقع عن بكرة هيبقى الجو إيه، طب الأسبوع الجاي إيه، الشتاء جت ولا لا، فلو حضرتك تقول لنا الفترة الجاية هنشوف تقلبات الجو دي إزاي؟ هي طبعا فترة ارتفاع واستقرار في الأحوال الجوية، ده اللي إحنا شفناه خلال هذه الأيام، وارتفاع درجات حرارة عن المعدلات بثلاث أربع درجات. ده متوقع النهارده القاهره على سبيل المثال 32 درجه مئويه، انما اعتبارا من يوم الجمعه ان شاء الله هتتاثر البلاد بكتله هوائيه اخرى خالص مختلفه عن اللي بتاثر علينا دلوقتي. هتبقى كتله هوائيه قادمه من جنوب اوروبا هتنخفض معاها درجات الحراره حوالي اربع خمس درجات لتعود مره اخرى الى المعدلات الطبيعيه بالنسبه لهذا الوقت من العام.
حيث تسجل القاهرة في هذه الأوقات يوم الجمعة تبقى من 26 درجة تقريبا ل 27 درجة، فيعتبر انخفاض 4-5 درجات عن الأيام اللي احنا فيها دي. طبعا هذا الانخفاض هيبقى مستمر معنا على الأقل 48 ساعة، وهيشمل محافظات شمال البلاد جميعا حتى محافظات شمال الصعيد كمان، أما جنوب الصعيد فهيستمر درجات الحرارة فيه أعلى من المعدلات. سقوط الامطار النهارده اتفضلي دكتور محمود. لا انا بس الناس بتبقى يعني حضرتك بتقول كان في ارتفاع اكتر وهتوصل ل 26 27، يمكن احنا خلاص شهر 11 قرب يخلص ولسه الجو ما زال احنا حاسين انه صيف، يمكن دي حاجه بالنسبه لنا غريبه، كل سنه في الوقت ده بنحس انه يعني الشتاء بتتاخر كل شويه وبتقصر، ف يعني الناس بتبقى محتاره في اللبس الخريف. حتى فتره الخريف بتبقى فيها تقلبات جويه، فترة الخريف المفروض النص الأول من الخريف بيبقى مائل إلى جو الصيف والنص الثاني بيميل إلى جو الشتاء، ولكن مع اختلاف الأزمنة الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا بتختلف من وقت لآخر، فإحنا طبعا خلال هذه الفترة درجة الحرارة قلت لك النهاردة 32 على القاهرة، يوم الجمعة 26، فده يعتبر انخفاض، ولكن لسه طبعا الانخفاض الشديد بتاع الشتاء لسه ما تأثرناش بيه، لسه الكتل الهوائيه ما بردتش بالشكل الكافي انها تقلل درجات الحراره على ال 25 وال 26 درجه مئويه. لكن توقعات سقوط امطار هيكون ازاي في الايام اللي جايه؟ طبعا وارد فرص سقوط امطار النهارده على السواحل الغربيه، السلوم، سيدي براني، مطروح، ثلاثة جبال البحر الاحمر، اعتبارا من يوم الخميس تبقى مناطق متفرقه من شمال البلاد حتى محافظات الوجه البحري امطار متوسطه، والقاهره من خفيفه الى متوسطه يوم الخميس والجمعه، وممكن الامطار دي تكون اكثر غزاره على سلاسل جبال البحر الاحمر ومناطق من سيناء، قد تصل لحد السيول في هذه الاماكن نظرا للطبيعه الجغرافيه بتاعتنا. نقدر نقول مثلا من يوم الجمعه الطقس هيكون مايل للاعتدال اكثر من كده زي ما حضرتك قلت، درجات الحراره هتنخفض ابتداء من الجمعه؟ ان شاء الله اعتبارا من الجمعه نكون حذرين بقى، نوعيه الملابس لازم نكون حريصين، ممكن الصبح غير بالليل، يعني الصبح بيميل للحراره النهارده وبالليل بيميل للبرود، فيعني نكون حذرين من نوعيه الملابس ونتابع النشره الجويه بشكل مهم الايام اللي جايه. تمام دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لمداخله حضرتك معنا. وخليني استاذ خالد ابدا معاك من جريده الوطن، والخبر بيقول السيسي يؤكد لوزير الدفاع روسيا اعتزاز مصر بالروابط الوثيقه بين البلدين. قال السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، مضيفا ان الرئيس اكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقه التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصله تعزيزها. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزير الدفاع الروسي نقل تحيات الرئيس بوتين إلى الرئيس السيسي، لافتا إلى أن المباحثات تناولت علاقات التعاون العسكري والأمني المشترك بين البلدين. زيارة هامة جدا لمصر، والعلاقات المصرية الروسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطور ونمو. أعتقد كمان لو تكلمنا عن وجود روسيا في المشروعات القومية والطفرة اللي بتشهدها مصر في السنوات الأخيرة. اولا زي ما حضرتك قلتي هي زياره مهمه جدا، هي زياره بتاتي في وقت فيه مفصليه في بعض المشاكل، خاصه في القضيه في سوريا وليبيا. الموضوع يعني بدا ممكن نقول بدايه عصر جديد في المنطقه، أو بداية تشكيل جديد للمنطقة، خاصة اللي بيحصل أو اللي حاصل فيها بعد الأزمات. أولا العلاقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين علاقة جيدة جدا، حتى قبل أن يصبح رئيسا عندما كان وزيرا للدفاع كان علاقة جيدة بالرئيس بوتين. الرئيس بوتين ارتفع هو والرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وعمل نظام اللي هو 2+2 اللي هو وزيري الدفاع في البلدين ووزيري الخارجية، ويلتقي الأربع وزراء في مرة في روسيا ومرة في مصر بالتبادل. هذه الآلية في التعامل وهذا الارتفاع في مستوى التعامل بين مصر وروسيا ارتقى بالعلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية إلى مجال أوسع وأرحب،
أعتقد أنه روسيا تفهم تماما الآن أن مصر لديها يعني استقلالية في قرارها، لم تعد تابعة لدولة ما أو تابعة لقوة ما. مصر بعد 30 يونيو أصبحت يعني تقيس علاقتها بالدول بمدى مصلحة مصر ومصلحة الأمن القومي المصري بهذه الدولة، ونحصل منها على علاقة متوازنة، علاقة تحفظ لنا يعني سيادتنا واستقلال قرارنا واحترام اختلافنا حتى في بعض المشاكل. أعتقد أنه أي بلد حتى في روسيا ممكن يكون في بعض المشاكل أو المسائل التي لدينا وجهات نظر مختلفة فيها، لكن احترام وجهة النظر المختلفة ده بيتأكد الآن بين مصر وكل دول العالم. هي ما بيقفش عائق طبعا، لا يقف عائق، والناس طبعاً فهمت ان احنا اصبح لدينا استقلالية في القرار، اصبح لدينا اقتصاد بدأ ينمو ويعني يتقدم، اصبح لدينا استقرار سياسي واستقرار امني مهم جدا. ده في التفاوض، عند التفاوض مع اي دولة. أعتقد أنه مثلا المنطقة الاقتصادية الروسية في منطقة قناة السويس دي تبقى نقلة مهمة جدا. في ثقة في الاقتصاد المصري دلوقتي وضخ الاستثمارات والمشروعات المشتركة الروسية، مشروع الضبع النووي طبعا، وآخرها كان جرارات القطارات الروسية المشتركة مع يعني أنا عايز أقول لحضرتك أنه في علاقة متنامية، علاقة قوية، وأعتقد أنه هناك يعني نوع من الود والاحترام المتبادل بين الرئيسين ساعد هذا هذه العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية أنها تنمو بشكل يأخذ شكل القفزات وليس شكل طبعاً النمو حتى أطول. طبعا ومع وجهات النظر المختلفة في موضوعات، لكن بنفس الوقت بيوصلنا لتعاون أكبر وتعاون بالضبط، ده حقيقي. طيب أروح مع حضرتك لخبر يخص مشروعات الطرق، وإحنا عارفين الطفرة الكبيرة اللي يعني على المستوى العالمي في شهادة مصر بالطفرة دي، وقفزة كانت 90 نقطة مصر صحيح كانت فين وبقت فين صحيح في الطرق والكباري. السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق، وده خبر من اليوم السابع. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية بما فيها الدراسات المعمارية والإنشائية والجوانب المالية الخاصة بها، لا سيما المشروع الخاص بتسيير الحركة المرورية بحي مصر الجديدة ومراحل تطوير المحاور الرئيسية للحي. ممكن أبدأ من آخر الخبر لأوله، لأن إحنا لو هنتكلم بشكل عام على استعراض الموقف التنفيذي وتقييم عام لمشروعات الهيئة الهندسية ومشاركة وجود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجانب طبعا لو قلنا الشركات المقاولات والشركات الخاصة اللي كانت حابة جدا أن يكون لها دور، ويمكن بعد فترة كبيرة من الركود، واللي بيحصل في مصر الجديدة دلوقتي يمكن الناس شايفة الحركة المرورية مرتبكة في مصر الجديدة بسبب إنشاء بعض الكباري أو إصلاح الطرق. أنا بقول هالي مصر الجديدة، أصبروا شوية هتشوفوا فعلا مصر الجديدة جديدة، بمعنى أنه هتشوف يعني سيولة مرورية، وهتشوف كأنك يعني بتشوفها لأول مرة في المنطقة دي. مش هيحصل تكدسات، الناس دي بتشتغل يعني 24 ساعة في ال 24 ساعة عشان تخلص بدري شغلها أو تخلص في أقل وقت ممكن. بالنسبة للطرق والكباري بشكل عام، احنا زمان حتى لما كنا بناخد في المدرسة واحنا صغيرين انه
اي نهضه اي حد بيقوم بيها حاكم باول حاجه بيعملها شق تمهيد الجسور وشق الترع، ودي درسناها في التاريخ زمان. دلوقتي اللي بيحصل انه مصر بتعمل طرق وانفاق وبتعمل حاجات ضعف اللي اتعمل طول تاريخها اللي فات. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول والتخطيط جيد، لأن ده مهم جدا طبعا يعني. طبعا بتخطيط جيد، احنا عندنا اي نهضه عمرانيه بتظهر بعد الطريق. بعد ما تعملي حضرتك الطريق بيظهر المصنع اللي هيمشي على الطريق. احنا انا دلوقتي لو عندي مصنع ايا كان بيصدر ايه، والطريق ده مش ممهد، عايز اقول لك ده عائق، المستثمر مش هيجي يقيم مصنع. لو ما عنديش كهرباء المستثمر مش هيجي يقيم مصنع، لو ما عنديش صرف صحي ما عنديش ميه. دي حاجات المفترض من بديهيات انه الاداره انه تتعمل قبل التصنيع او قبل مرحله اقامه المصانع. ما ينفعش انا بيعمل بلان زي ما حضرتك بكل التفاصيل اللي انت ذكرتها. يعني انا ما ينفعش اجيب مصنع اقول لواحد تعالى استثمر والكهرباء بتقطع خمس ست ساعات، هو عنده خمس ست ساعات مدفوعين الاجر للناس عنده، هو متعطل هو مش هينتج هو هيخسر. يعني ده دي حاجه طبيعيه، واي حد المفترض انه يكون عارفها او فاهمها انه اذا ما كانش عندي الحاجات شغاله 100%. انا عندي دلوقتي فائض في الكهرباء، في خلال سنوات قليله اصبح مصر لديها فائض في الكهرباء. مصر عملت شبكه طرق زي ما حضرتك قلتي في الخبر، يعني احنا قفزنا قفزه سريعه بعد ما كنا من اعلى نسب الموت والحوادث على الطرقات اصبحنا يعني اقل خطوره. يعني حضرتك يعني تتفرج دلوقتي علينا بقت نسبه موتك اقل شويه من النسب اللي فاتت، من النسب طبعا السنه اللي فاتت واللي قبلها طبعا. واعتقد انها هتقل كل ما هنتقدم في مشروعات الطرق والكبر ان شاء الله. خليني اروح مع حضرتك لبوابه الفجر والخبر اللي بيتكلم عن كنيسه مريمينا المحترقه. الخبر بيقول اعلنت ايبرشيه المنصوره وتوابعها للاقباط الارثوذكس عن البدء في بناء كنيسه الشهيد مريمينا والبابا كرولوس الملحقه بكنيسه ماري جرجس بشارع بورسعيد، والتي احترقت في اواخر شهر اكتوبر الماضي. وطلبت الايبرشيه في بيان لها اليوم الاربعاء من الاقباط التعاون والتبرع على حساب الايبرشيه البنكيه الخاص بها، وذلك بالعملة المحلية أو الأجنبية. يذكر أن كنيسة ماري جرجس بالمنصورة قد اندلع بها حريق في منتصف شهر أكتوبر، مما نتج عنه حالة ذعر بين قاطني المنطقة، حيث نتج عن الحريق دخان كثيف بالمنطقة دون معرفة السبب الرئيسي وراء الحريق. أنا هاخد تعليق حضرتك طبعا، يعني إحنا الفترة اللي فاتت شاهدنا ماس كهربائي في أكتر من كنيسة، خسائر حصلت في أكتر من كنيسة، ودلوقتي الكنيسة بتعلن البدء في الترميم أو إعادة البناء. أعتقد إن إحنا علينا الدعوة إلى التبرع لبناء الكنيسة وإعادتها في أبهى صورة ليها. أعتقد إنه واجب كل وطني مصري سواء داخل مصر أو خارجها إنه يتبرع لهذا الكيان المهم، وإنه ده من أهمية التكافل عندنا إن إحنا دور العبادة لابد أن يتم ترميمها، لابد أن تقام أفضل مما كانت عليه، سواء كان ماس كهربائي أو كان حادث إرهابي، حتى لا نعطي فرصة لأي يعني أي من أهل الشر إنه يعني يشمت في مبنى، حتى وإن كان هذا المبنى سواء كنيسة حتى لو كان مبنى خدمات أو مش مبنى خدمات تابع للكنيسة، أي كان إن شاء الله يكون حتى منزل صغير في قرية صغيرة. لا، إحنا نرمم أنفسنا بأنفسنا. أعتقد إنه واجب على كل مصري إنه يتبرع لي مش بس التبرع أستاذ خالد، يعني بس كمان لو في تصريح لده، لأنه هعيد البناء أو هعمل ترميم، والموضوع محتاج تصريح إن إحنا نساعد وننجز في ده. ما احنا برضو يعني ما ننساش انه يعني اكتر كميه تصريحات اتخذت لبناء كنائس او ترميم كنائس كانت في خلال الفتره اللي فاتت، واعتقد ان الدوله بتمشي فيها يعني بخطوات جيده جدا. اعتقد انه الناس بتنتظر المزيد، زي ما حضرتك يعني قلت كلمه دايما ست رئيس في كل لقاء او في كل كلمه بيقولها، اهل الشر زي ما بيذكرهم، فعشان ما نديش فرصه
لأهل الشر، إحنا دايما بنطالب مش بس بالتبرع، لكن بإن كل جهات معنية، كل واحد في موقع مسؤولية يقدر إنه ما يديش فرصة لأهل الشر. ده حقيقي، ده إنه حقيقي. يعمل كده. أعتقد إنه إحنا كلنا بنعاني من بعض الموظفين أو بعض العاملين في دولاب الدولة، وأعتقد إنه مع مرور الوقت ودخول مصر العصر الرقمي، أعتقد إنه ده هيقل قوي، هيبقى كله هناك يعني فصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة، وده هيؤدي إلى تقليل نسبة الفساد والتعقيد اللي بيحصل، هيقلل من المماطلة ومن الوقت ومن التلاعب. طبعا أعتقد إنه على يعني القائمين على الحكم في المنصورة إنه لابد أن يسهلوا إجراءات ويسرعوا من إجراءات الترميم، وإنه لا يعطوا الفرصة لأحد للشماتة في شعب هذه الأبرشية أو شعب هذه الكنيسة، لأنه في النهاية إحنا ده مبنى للصلاة يا جماعة، ده مبنى للعبادة، وضروري إن إحنا يعني ندعمه بتسريع الإجراءات، تسهيلها، والتعاون في البناء والتبرع للبناء. شكرا جزيلا أستاذ خالد ناجح، رئيس تحرير جريدة مجلة الهلال، نورتنا وصباح النور على حضرتك. شكرا ليك. نخرج دلوقتي مع حضراتكم الفاصل، وبعدها نرجع نستقبل الفنان الكبير والقدير ماهر لبيب.